السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث عن منهج أهل السنة والجماعة من الناحية النقلية والعقلية. لماذا منهج أهل السنة والجماعة؟ لأنه منهج علمي يستقيم عقلا ويستقيم نقلا حسب المنهج العلمي، وهذا مقدمة من كتاب هو رسالة دكتوراه، اسم الكتاب التفسير النبوي مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصريح، تأليف خالد بن عبد العزيز الباتلي. طيب لماذا هذا الموضوع؟ لأنه الآن انتشر بين بعض طلبة العلم أنه يعني كل واحد بده يفسر القرآن على مزاجه على هواه، وهذا لا يستقيم حسب المنهج العلمي. المنهج العلمي يقول المكون من قوانين، كل منهج علمي مكون من قواعد وأصول أو قوانين. في أي منهج علمي من العلوم النقلية والعقلية والكونية، مثلا نأخذ على سبيل المثال الفيزياء مكونة من منهج علمي، وهذا المنهج العلمي مكون من قوانين. فأي إنسان بده يفسر القرآن الكريم لازم يقدم بمنهج علمي، والمنهج العلمي يكون له قوانين، القانون الأول كذا، القانون الثاني كذا، القانون الثالث كذا، حتى نحاكم من يريد أن يفسر القرآن لهذا المنهج العلمي اللي هو تبنى. فعندما نطبق، وهذا موجود في كل العلوم، يعني في أي علم من العلوم، الرياضيات نفس القضية، الكيمياء نفس القضية، علم المنطق نفس القضية، أي علم تختاره موجود الآن على سطح الكرة الأرضية، ستجد أنه هذا العلم مكون من له منهج علمي مكون من قوانين. مشكلة بعض الناس اللي بدهم يفسروا القرآن أنه يجي بده يفسر من غير قوانين هو يلتزم بها، وهذا مثل قوانين اللغة العربية مثلا، مثل قوانين الصرف والبلاغة وعلوم اللغة العربية هو لا يلتزم، أو مثلا علم المعاني، هذه العلوم النقلية التي وصلت إلينا بالنقل مثل اللغة العربية، هو لا يريد أن يلتزم يعني بالمنهج العلمي. ووجدت أنه أغلب الحوارات في السوشيال ميديا في التواصل الاجتماعي هي تحوم وتطوف حول المنهج العلمي، والمنهج العلمي له عدة قوانين، أننا نلتزم بقول العلماء المجتهدين الربانيين في هذا العلم المعين، لأنه هذا من المنهج العلمي، وأنك تلتزم بالبراهين العلمية القاطعة الثابتة، هذا من المنهج العلمي. هذه قوانين إجمالية في المنهج العلمي. تجد مثلا واحد تقول له قال ابن تيمية أو قال ابن كثير، يقول لك هذا لا يلزمني. طيب ما أنت هيك خرقت المنهج العلمي، أنت هيك خرقت القانون، فكيف أخذ يعني لماذا أنا أترك عالم مجتهد قضى عمره كله في هذا العلم وأتبنى كلامك؟ هذا لا يستقيم عقلا أصلا. يعني لو أنت مثلا عندك بطنك بوجعك، رحت للطبيب، ستأخذ بكلام الطبيب، لن تأخذ بكلام أحد غير الطبيب المتخصص، لأنه المنهج العلمي وقوانين المنهج العلمي العامة، وهناك قوانين أخرى خاصة في المنهج العلمي لكل علم معين.
أنت لن تأخذ بكلام العوام وإنما ستأخذ بكلام الطبيب. فكل الحوارات اللي موجودة على السوشيال ميديا هي تحوم في فلك المنهج العلمي. مثلا قلوا من قال بذلك؟ أين العالم المجتهد اللي قال بذلك؟ تجد أن الآخر لا يجيب أو يجيب، وإذا جاب بيجيب لك قول عالم شاذ، يعني شذ في المسألة. وهذا برضو من قوانين المنهج العلمي أنك تأتي بإجماع العلماء وليس قول شاذ، وهذا من القوانين العامة في المنهج العلمي. فهناك قوانين عامة في المنهج العلمي وهناك قوانين خاصة تتعلق بالعلم المعين وقوانين العلم المعين. فوجدت أنه بعض المحاومين ما عنده خلفية عن هذا المنهج العلمي. هذا موضوع يحتاج إلى فيديو آخر وشرح، ولكن تعرضت هنا له سريعا. ولكن أنا هدفي أن أبين لماذا منهج أهل السنة والجماعة منهج علمي سليم. ونبدأ بالمقدمة اللي ذكرها الدكتور الباتلي، الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي. هاي كانت رسالته في الدكتوراه، تمام. الدراسات الحديثة، الصندوق الخيبي لنشر البحوث والرسائل العلمية، كما ترى أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه في قسم السنة وعلومها، كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض، ونوقشت في محرم 1429. وهي اللجنة وقد أجيزت الرسالة بتقدير ممتاز. أنا بس بدي أقتطع من الرسالة هذه المقدمة وأعلق على المقدمة. طيب، هاي المقدمة. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وبشر به المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والصلاة والسلام على من أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما العصمة من الضلالة والسلامة من الغواية، وإليهما المفزع عند ورود الشبهات، وهما ينبوع العلم وكلية الشريعة وعمدة الملة، وهما لطالب العلم كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما. طب لماذا كل هذا؟ لماذا القرآن والسنة هم، وهذا اللي أنا بدي أبينه عقلا منطقيا، يعني حسب العقل السليم، لماذا نحن نأخذ بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن من الناحية العقلية؟ لماذا؟ أنا أقول لك لماذا. لأن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن، وفي رواية يعارضه القرآن. فمن أحق الناس بتفسير القرآن الكريم؟ إذا كان رب العالمين العليم اللي علمه لا نهائي الحدود، اللي هو علمه مطلق لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، هو الذي كان يعلم جبريل وجبريل يعلم محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال، من أحق الناس بتفسير القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسب العقل السليم. لماذا؟ لأن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أن نقول
أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم الألفاظ فقط دون المعاني. يعني محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم اللفظ والمعنى لهذا اللفظ، وهذا دليل من السيرة النبوية عندما أشكل على الصحابة بعض المعاني وعادوا للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل آية الظلم، قال لهم: لما ليس كما تفهمون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وبين لهم معنى الظلم في الآية. تبيين النبي للظلم في الآية دليل أن النبي يعلم المعنى. قد يقول قائل: أين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول له: هذا كتاب قد جمعه أحد الطلبة، فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وما أشكل على الصحابة. أما باقي القرآن، ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على فهمه، يعني الصحابة فهموا القرآن حسب سياق اللغة العربية لأنهم هم أهل اللغة. فإقرار النبي للصحابة على فهمهم، لأنهم لا يعقل أن يتركهم على فهم خاطئ. فإذا أنت أمام بعض الآيات التي أشكلت على الصحابة بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، وهذا كتاب في هذا الموضوع، وفي أيضا آيات لم تشكل على الصحابة اللي هم عاشوا أسباب النزول وهم أهل اللغة وفهموها حسب سياق اللغة العربية. حتى الآيات الكونية القرآنية فهمها الصحابة فهما مجملا حسب سياق اللغة العربية، وهذا تجد في موسوعة التفسير المأثور من إنتاج مركز تفسير. لو عدت للموسوعة ستجد أن الصحابة فهموا الآيات القرآنية الكونية، وهذه بالنسبة للتفسير العلمي للآيات الكونية. أنه ماذا نفعل في عندما يظهر لنا معنى جديد للآية الكريمة؟ نعود لقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وستجد في قول الصحابة ما يغنيك رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى الأغلب حسب اطلاعي البسيط لمدة 36 سنة في هذا الموضوع، وجدت أن قول الصحابة مجمل يحتاج إلى تفصيل علمي حسب العلوم التي وصلنا إليها، وهذا بالنسبة للآيات القرآنية التي تتحدث عن الكون المشهود فقط. يعني واحد بده يبحث في الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي وظهر له معنى جديد، ماذا يفعل؟ يعود إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين. هي أول خطوة. بعدين على الأغلب سيجد في قول الصحابي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو أتباع التابعين، سيجد على الأغلب قول مجمل في الآية، تفسير مجمل حسب سياق اللغة العربية. يأخذ هذا التفسير المجمل حسب سياق اللغة العربية ويفصله تفصيلا علميا حسب الحقائق العلمية الثابتة أو النظريات المثبتة بنسبة 95% أو 97%، مثلا نظرية الانفجار الكبير مثبتة بنسبة 95-97%، أما باقي النظريات لا، في منها غير مثبت بهذه النسبة العالية. وهذا يحتاج من طالب العلم أنه يميز بين الفرضية
ونسبة تأكدنا منها، والحقيقة العلمية ونسبة تأكدنا منها، والنظرية ونسبة تأكدنا منها، لأنه لا الحقائق ولا النظريات ولا الفرضيات على نفس النسبة من التأكد. هذا يحتاج من طالب العلم أن يكون عنده اطلاع واستقراء كلي، وهذه الكلمة هي مشكلة كثير من طلاب العلم، الاستقراء الكلي، أن نجد بعض طلاب العلم يتحدث في موضوع ولم يقوم بالاستقراء الكلي، فبالتالي هو يبني في جانب ويهدم في جانب آخر. يعني بيبني في جانب اللي هو استقرأ فيه استقراء كلي، وبيهدم في جانب آخر اللي هو لم يستقرأ فيه استقراء كلي. والاستقراء الكلي هذا يحتاج لقراءة ولبحث ولدراسة ولاطلاع، وأعتقد هاي مشكلة كثير من طلاب العلم الشرعي والكوني. يعني حسب خبرتي وجدت أنه واستماعي لبعض طلبة العلم، حتى بعض المشايخ وحتى بعض العلماء، وجدت أنه الله أكبر حتى بعض العلماء وجدت أنه عنده استقراء كلي في جانب معين أو موضوع معين في الشريعة، لكن ما عنده استقراء كلي في جانب أو موضوع من مواضيع الكون. وعلى الأغلب دائما تجد عالم الشريعة استقراءه الكلي للمواضيع الكونية ناقصة، وهنا يقع الخلل، أنه هو يظن أنه يعني استقراء كلي بأنه سأل أهل التخصص فقط، وهذا ليس استقراء كلي، لأن أهل التخصص في ذلك العلم المعين متفاوتين في ميولهم المختلفة، فأنت بحاجة أنك أنت تستقرأ الموضوع. بعد ما تستقبل الموضوع يكون عندك طبعا هذا تخصص، يعني حتى لا أثقل على أحد، هذا تخصص، الجمع بين النقل السليم والعقل السليم والآيات الكونية السليمة والآيات القرآنية، هذا تخصص. يعني بده يكون الطالب متفرغ لهذا التخصص. فوجدت أنه اللي يتكلمون في هذا الموضوع، موضوع الجمع بين النقل السليم والعقل السليم مثل الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي للآيات القرآنية الكونية، ما عندهم استقراء كلي. لهذا السبب هم يبنون في جانب ويهدمون في جانب آخر. وفي النهاية نقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وجزاكم الله خيرا. لا تنسونا مصالح دعائكم، أذكركم بالاستقراء الكلي، والسلام عليكم.